الحديث الحادي والثلاثون: امسح ذنوبك بعد الطعام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقانيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث حسن، رواه الترمذي. شكر الله تعالى من أعلى منازل العبودية، كما يقول ابن القيم رحمه الله: وهو نصف الإيمان، وجعله الله غاية خلقه وأمره. فإذا استحضر العبد شكر الله بعد الأكل، واستشعر عظيم نعمة الله عليه بهذا الرزق من غير حول من العبد ولا قوة، أي من غير حركة ولا حيلة يمكن أن يصل بها إلى هذا الرزق، بل بمحض فضل الله عليه، إن استحضاره لذلك علامة على امتلاء قلبه بالإيمان، وشعور روحه بالامتنان للواهب المنان سبحانه، فكافأه الله على ذلك بمغفرة ذنوبه، فاللهم لك الحمد على كل حال.